ومنها خروج الدجال الأعور الكذاب الذي يعثو في الأرض فسادا، والذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خارج خلة بين الشام والعراق، فقال صلى الله عليه وسلم: فاثبتوا يا عباد الله، فاثبتوا يا عباد الله. الدجال الذي يعثو في الأرض فسادا، كم يمكث في الأرض؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كسائر أيامكم هذه. قال الصحابة رضي الله عنهم: أيكفينا فيها صلاة اليوم الذي كسنة؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا، اقدروا له قدره. دجال لا يترك موطنا في من الأرض إلا وطأه الدجال، إلا مكة والمدينة. الدجال بينما هو على هذه الحال يعثو في الأرض فسادا، يفتتن به البعض من الناس، نسأل الله العافية، لما جعل الله على يديه من الخوارق. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، أن نتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال دبر كل صلاة. دجال بينما هو على هذه الحالة يعثو في الأرض فسادا، إذ نزل عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل عيسى بن مريم فيطلب الدجال فيدركه عند باب لد فيقتله. عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.